السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الطلبة، أسعد الله جميع أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في مساق التشريعات الصيدلانية. بداية أحب أن أذكركم دائما بأن الصيدلة مهنة أخلاقية علمية طبية تؤدي خدمة صحية إنسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة. بعد الانتهاء من سرد ومعرفة المواد الهامة والتي تتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين، فإن محاضرتنا اليوم سوف تكون إلحاقا بهذا النظام، وسنبدأ إن شاء الله بعرضه واستكماله، وذلك عن طريق ملاحقه والتي هي بعنوان ملاحق نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين. هذه الملاحق عبارة عن مجموعة من اللوائح المفصلة لمزاولة مهنة الصيدلة عبر فصوله الخمسة التي تم ذكرها سابقاً. أمامكم هذه الملاحق، وتتضمن 1 الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة، 2 الشروط والمواصفات الفنية لمستودعات بناء على الصلاحيات المخولة لنا اللي هو وزير الصحة، وإلحاقا بنظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين الصادر بقرار مجلس الوزراء لسنة 2006، فقد قررنا ما يلي كما هو مبين أمامكم. أولاً، الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة. 1، يجب أن تشغل الصيدلية طابقاً أرضياً يتصل بابها بالطريق العام، وأن لا يكون لها أي باب آخر يوصلها ببناء أو متصل بعيادة طبية أو مستودع أو منزل. 2، ألا تقل المسافة الداخلية عن 40 متر مربع أرضي. 3، أن تكون المسافة بينها وبين أقرب صيدلية عامة قائمة 100 متر هوائي على الأقل للصيدليات داخل حدود البلدية، و200 متر هوائي على الأقل للصيدليات خارج حدود البلدية، حيث تقاس المسافة بين أقرب نقطتين من الموقعين، ويراعى التوزيع الجغرافي والديمغرافي للسكان. 4، يجب أن تقسم الصيدلية إلى 4 أقسام: ألف، قسم الاستقبال المعد استقبال الزبائن، ب، قسم الصرف والمناوبة، ج، قسم المعمل حيث يتم تجهيز الوصفات الطبية، د، مستودع لتخزين الزائد من مستلزمات الصيدلية وبضائعها. 5، يجب أن تطلى الجدران الغير محجوبة بالخزائن أو الواجهات من الصيدلية بدهان أو تغطى ببلاط صيني. 6، يجب أن تتوفر في المختبر مغسلة محاطة ببلاط متماثل من جانبيها وأعلاها بمسافة 60 سنتيمتر على الأقل من كل جهة، وتغطى المسافة الفاصلة بين المغسلة والأرض أيضا. التجهيزات والأثاث، يجب أن تجهز كل صيدلية عامة باللوازم والأثاث على النحو التالي: 7، ميزان حساس يقيس لغاية 10 ملي إجرام. 8، ميزان حرارة لقياس الحرارة داخل الصيدلية. 9، مكيف هواء. 10، طاولة لتحضير الوصفات مغطاة بمادة صلبة مصقولة واقية. 11،
سطح زجاجي سميك من البورسلان أو الرخام يكفي لعمل البراهم. 12. هاون مع يد عدد 2 مختلفة السعة، أحدهم من الزجاج والآخر من البورسلان. 13. مخبار مدرج عدد 3 بأحجام 1000 مليليتر و 100 مليليتر وأخيرا 10 مليليتر. 14. قضيب زجاجي للتحريك. 15. 3 ملاوق إسباتشولا، أحدهما على الأقل مصنوع من البلاستيك، لا تتفاعل مع المواد الكيميائية المستعملة في الصيدليات. 16. ثلاجة تتسع لحفظ وصيانة الأدوية التي تتأثر بدرجة الحرارة العادية مع ميزان حرارة داخل الثلاجة. 17. وعاء محكم الإغلاق لجميع النفايات عدد 2. 18. أحدث طبعة من دساتير الأدوية التي يعتمدها الوزير. 19. يجب أن تتوفر في الصيدلية مياه نقية ضمن أنابيب، وأن تصرف المياه المستعملة ضمن مجاري غير مكشوفة وبطريقة صحيحة. 20. يافطة خارجية بشكل ظاهر تحتوي على اسم الصيدلية والصيدلي المسؤول وعنوان سكن الصيدلي وكذلك رقم هاتف المنزل. 21. ختم خاص بالصيدلية يحتوي اسم الصيدلية وعنوانها واسم الصيدلي المسؤول. 22. رقاع خاص بالصيدلية يحتوي على اسم الصيدلية وعنوانها واسم الصيدلي المسؤول، وتتضمن إما ألف رقاع باللون الأحمر للاستعمال الخارجي، أو ب رقاع باللون الأصفر خض الزجاجة قبل الاستعمال، أو جيم رقاع باللون الأبيض للاستعمال عن طريق الفم. 23. دورة مياه بغرفة مستقلة مع تهوية خارجية. 24. سجل عقاقير خطرة مختومة جميع صفحاته بختم الإدارة وسجل وصفات طبية مرقمة صفحاته. 25. طفاية حريق. 26. مكان خاص للأدوية التالفة أو المنتهية الصلاحية، وأن يكون بعيداً عن قسم الصرف والمناوبة. 27. وتتضمن ألف تحتفظ كل صيدلية بخزانتين تختص واحدة لحفظ السموم الشديدة والعقاقير الخطرة، ويكتب عليها بخط واضح وبمداد أحمر على أرضية بيضاء عبارة سموم شديدة باللغة العربية وعبارة توكسيكا باللغة اللاتينية، وتخصص الأخرى لحفظ السموم الخفيفة ويكتب عليها بخط واضح وبمداد أخضر على أرضية بيضاء عبارة سموم خفيفة باللغة العربية وعبارة سبريندا بالأحرف اللاتينية. ب. يجب أن تكون الخزانتان محكمتي الإغلاق وتحفظ في معمل الصيدلية، وأن يحتفظ الصيدلي المسؤول بمفاتيحها دائما. ثانيا، يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ إصداره ويعمم على جهات الاختصاص لتطبيقه. وأخيرا ثالثا، يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار بناء على الصلاحيات المخولة لنا اللي هو وزير الصحة، وإلحاقا بنظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين الصادر بقرار مجلس الوزراء لسنة 2006، فقد قررنا ما يلي كما هو مبين أمامكم. ثانيا، الشروط والمواصفات الفنية لمستودعات الأدوية. 1.
أن يشغل وحدة مستقلة ومنفصلة عن أي عقار. 2، أن لا تقل مساحته الداخلية عن 120 متر مربع. 3، أن يجهز بخزائن ورفوف ترتفع على الأرض ما لا يقل عن 15 سنتيمتر على أن لا تخزن الأدوية على الأرض. 4، أن يجهز بثلاجة مع ميزان حرارة داخلي، وذلك لحفظ اللقاحات والأمصال وغيرها من المواد التي تتأثر بالحرارة العادية. 5، تطلى جدران المستودع المعدة لتخزين الأدوية والمكشوفة بدهان زيتي أو بلاط صيني بارتفاع مترين على الأقل. 6، أن تخصص مكان لتخزين الأدوية التالفة سواء منتهية الفعالية expired أو غير مطابقة للمواصفات التي يتم تحريزها من قبل المفتش. 7، خزائن محكمة الإغلاق لحفظ الأدوية المحظورة والمخدرة. 8، نظام سجلات واضح يحتوي على البيانات التالية: ألف، اسم المادة ورقم التشغيلة والكمية، ب، تاريخ الاستقبال، ج، اسم المورد، د، تاريخ انتهاء الفعالية، ه، الجهة الموزعة لها وتاريخ التوزيع والكمية الموزعة، واو، رقم التشغيلة وتاريخ الانتهاء. 9، ختم المستودع يحتوي اسم المستودع وعنوانه واسم الصيدلي المسؤول. 10، طفايات حريق جيدة وذلك حسب متطلبات الدفاع المدني. 11، ميزان حرارة للجو. 12، مكيف. 13، يافطة باسم المستودع واسم الصيدلي المسؤول وساعات الدوام. 14، يجب أن تتوفر في غرف المستودع المعدة للتخزين التهوية الكافية وأن تكون غير رطبة أو معرضة للشمس. 15، يجب أن تتوفر في كل مستودع دورة مياه وأن تصرف مياهه ضمن مجاري غير مكشوفة وبطريقة صحيحة. 16، يجب أن يقوم المستودع بتخزين البضائع وفقاً لطرق التخزين الجيدة GSP كما يقوم بتوزيع ونقل البضائع طبقاً لطرق التوزيع الجيدة GDP. 2، يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ إصداره ويعمم على جهات الاختصاص لتطبيقه. وأخيراً 3، يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار. وأخيراً المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نكمل ملاحق مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين بعنوان 3، الشروط والمواصفات الفنية لمصانع الأدوية. بالتوفيق والنجاح إن شاء الله ودمتم بعز وسعادة.